بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، فيما يتعلق بموضوع السايزنج، فأنا عندي حجمين اثنين للكولاكس، السمول واللارج. تقريبا الافتراضي بيكون عبارة عن سمول. أنا أقصد لو أنا سبت ديت، أو ماشي، خلينا نكتب فيها مثلا سمول، ونخلي اللي تحت منها مثلا ديت هي اللي لارج. تمام، لو انا عملت كنترول اس ونحاول نشوف ايه النتيجه معايا، الاقي ان اللارج اخدت يجي بتاع بادنج من فوق، يعني اخدت بادنج من مختلف النواحي، والسمول على فكره قلت شويه. يبقى فيه بالفعل اختلاف ما بين ده الستاندرد الافتراضي من غير اي حاجه، وما بين السمول اللي هي اصغر شويه، وما بين اللارج. تمام، انا ما اظن يعني، او ممكن، طيب انا اتاكد من القصه دي باني اجرب تاني على اخد السمول دات على مثلا السكسس. تمام، انا عملت كنترول اس وندور على السكسس الخطره دي، والمفروض نشوف في فرق. لو انا عملت ريفرش يعني بالفعل في فرق كده. انا عندي ثلاث قيم، ديت الافتراضي اللي هو تقدر تسميه ميديم مثلا، وديت السمول، وديت اللارج. سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.